على السوشيال ميديا بكت ناس كتير، خلوتهم يعيطوا. بصراحة أختك لما تحكي ببكي، والله ببكي. فهدول الحقيقة الأكبر الموجودة بحياتي، والهدية الأكبر اللي ربنا عطاني إياها هن أولادي. احكي له احكي له نكتة. ما بعرف شو الظروف، بس أنا أمي الأم هي استغفر الله العظيم، بس هي الله على الأرض. الله يسم بدنك ولا يخرب بيتها، لسه كل فصل ناقص أكثر من الثاني. يعني أنا بقدسها لأمي. إنه لسانك طولان كتير ومأفرح وصاير بسبع شطلات والعياذ بالله، يعني يعني هي أمي أمي، يعني لولا أمي أنا ماني موجودة. أول مرة بسمعها بحياتي، عفرم عليك. أنت سمعانة بلا؟ بحياتي ما سمعتها، قوية كتير. رضا الوالدين، يعني رضا الوالدين مطلوب وأمر من رب العالمين ومن في القرآن الكريم، لا تقل لهما أف. من حبهم لينا، من اهتمامهم بينا، من رعايتهم لينا، فأكيد علاقتي حتكون فيها مميزة. أنا بنت جدا مطيعة. العمى بعيون عيونك، العمى ولك العمى بعيونك، العمى كرهان حالك كرهان حالك. أنت بحب أسرتي كتير كتير كتير، علاقتي مع ماما مع أبوك بابا. أنا أبوي كان يابو. ما في اسمع هيك جملة أنا. والحشا أنت ما بتسمعي من دينيكي، بتسمعي من مناخيرك بتسمعي أنت. أولادي مع أخواتي علاقة متماسكة جدا جدا جدا، وعلاقة قوية بتعطيني قوة. إيه يا ابني أنت بتقوله ده؟ أنا عايز جملة مفيدة. قول لي جملة مفيدة عشان أفهمك. هن سندي بالحياة.